جديد وحلقة جديدة، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. عايزة امسي على كل مشاهدين برنامج زوم، وتعالوا نشوف دينا عاملة لنا زوم على ايه النهاردة. مساء الخير عليكي يا دينا. مساء الخير عليكي يا رشا وعلى كل مشاهدي قناة المحور. يا رب دايما كده يبقى برنامجنا فيه حاجات تهمكم وكمان نجاوب على الاستفسارات بتاعتكم. النهاردة عاملين زوم على حاجة حلوة قوي تهم الستات والرجالة كلها، بس يمكن انا منحازة سنة للستات علشان خاطر احنا بنحب قوي نعرف اكتر عن العربية اللي احنا بنسوقها، ازاي اتعامل معاها، ازاي اهتم بصيانتها، ازاي اقدر مثلا لو لقيت حاجة منورة في العربية اعرف ان لازم اتجه بسرعة لمركز الصيانة. كل الحاجات دي هنعرفها، بس الاول عايزة اقول لكم ان موجود معايا في الاستوديو النهاردة شاب بصراحة بدأ مشواره في هندسة العربيات وفي ميكانيكا السيارات من زمان، وكمان اهتم جدا ان يبقى عنده مركز كامل في لصيانة السيارات، وكمان زوجته الجميلة اللي بتدعمه دايما بان هي بتشاركه في كل حاجة هو بيعملها. منورني النهاردة في الاستوديو برنامج زوم مهندس محمد إيهاب مؤسس مركز بيبو للسيارات. اهلا بحضرتك. اهلا فندم. ومدام منى مجدي زوجة باشمهندس، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. طبعا احنا في برنامجنا زوم دايما بنعمل زوم على كل قصص الناجحة في حياتنا، وحضرتك قصة ناجحة، عملت مشروع ناجح، مركز بيبو لصيانة السيارات. فحضرتك قول لنا ايه اللي يميز مركز بيبو لصيانة السيارات عن اي مركز تاني؟ يعني انت لما اجي انا اجيب عربيتي واروح لحضرتك، ايه اللي بيميز المركز عندك؟ اولا انا سعيد قوي بلقاء حضراتكم يعني، واحنا سعيد جدا موجود على قناة المحور. و انا يعني في برنامج اسمه برنامج السنة الوكالة الكهربائية، ده أنا فكرت فيه من حوالي 7 سنين. كانت الناس بتشتكي من استهلاك البنزين وأعطال كهرباء كتير بتحصل معهم، وساعات كان يحلوا مواتير على وفي الآخر ما فيش نتيجة. فطبعا أنا فكرت إيه الأسباب الأولية اللي هي بتخلي البنزين يستهلك، لقيت إن التراكم الكربون الداخلي داخل الموتور هو اللي بيؤدي لاستهلاك البنزين، هو اللي بيخلي السحب ضعيف. وطبعا ان انا ما اغيرش فلتر بنزين، ان انا ما اهتمش بمعنى اصح بالصيانات في مواعيدها واهملها، فدي هي اللي بتخلي الاعطال هي اللي تيجي. برنامج الصيانه الوقائيه الكهربائيه حضرتك بيوحي ان انا ازاي ما اعطلش وفي نفس الوقت اقي نفسي من اي اعطال مفاجاه. بنعمل ايه في البرنامج الصيانه الوقائيه الكهربائيه دوت؟ حضرتك احنا بننظف، عاملين جزء اللي هو الهواء والبنزين والكهرباء علشان يحصل معدل الاحتراق. من غير المعادلة ديت مش هيحصل احتراق داخل الموتور. فاحنا بنبتدي بعملية صيانة البوابة ونبرمجها، وطبعا المانيفول والأجزاء الخاصة بدائرة الهواء، وبعد كده بنمسك الأجزاء الخاصة بدائرة البنزين اللي هي بتخص الفلتر البنزين، وما اللي هو من أول التانك فلتر البنزين لحد الموتور الرشاشات. وعندنا أجهزة بنشتغل بالأجهزة كلها، يعني بنحط الرشاشات على جهاز الرشاشات، بنختبرها وبنعايرها وبنطمن عليها. يعني ده كورس أنا باجي أعمله لصيانة السيارة كام؟ لمدة قد ايه؟ 3 ساعات، 20,000 كيلومتر او 6 شهور. 6 شهور ايوه. جميل. اقرب. جميل. طب انا قبل ما ادخل في فكرة الكورس الجميلة اللي حضرتك عاملها، واللي بصراحة انا بلاقيها مش موجودة في كل حتة، ودي فكرة حلوة جدا وبتشجع الناس كمان ان هي تبقى ملتزمة اكتر في صيانة العربيات. الاول بس انا عارفة ان حضرتك كنت شغال في شركة كبيرة وبعد كده فتحت مشروعك لوحدك. الفكرة ان انت يعني خرجت من حاجة كبيرة وعملت مركز لوحدك، دي ما كانتش قلقاك او ما كنتش حاسس انه ممكن انجح او ممكن لا؟ بالفعل هي قلقتني، بس انا خدت مثلا رحلة 1000 ميل تبدا بخطوة. وفعلا انا اول ما بدات الخطوة وربنا سبحانه وتعالى لما احنا عرفناه بالعقل، وطبعا ربنا ميز الانسان بالعقل طبعا. انا اجتهدت وفضلت اخد خبرات لحد ما قلت لا انا عندي طموح لازم احققه، وطبعا انا بنتمي لشركتي وبحبها، فاستاذنتهم ان انا يا جماعه انا عندي طموح تفتح مركز لوحدك او مشروع. فالحمد لله فتحت المركز وعملت صفحه على السوشيال ميديا، نلت اعجاب كتير،
وبصراحه اللي انا فيه والنجاح اللي انا فيه دوت بفضل الجمهور، اول فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الجمهور. طيب انا عايز اسال بقى مدام ممونة نفس الحاجه، لما جه قال لحضرتك انا هسيب الشغل ده وهفتح حاجه لوحدي ما كنتيش قلقانه؟ يعني الخطوه دي بتاعت اي يعني زوجه وعندكم اسره، ما كنتيش قلقانه انه يحصل دروب او حاجه في البيت عندكم؟ لا، هو ده خفت بصراحة طبعا، بس أنا اعتمادي على ربنا، ثم أنا عارفة أن محمد يعني له خبرات وما شاء الله دماغه حلوة في الصيانة والكهرباء، فيعني فضلت واقفة معاه وشجعته وقلت له ربنا معاك ونفتح مركز ونسند بعض. طبعا أنا عارفة مدام منى أن حضرتك الست المصرية الأصيلة اللي وقفت طبعا جنب جوزها واشتغلتي معاه في المركز، احكي لنا اشتغلتي معاه وساعدتي ازاي؟ هو طبعا انا زي اي زوجه مصريه وقفت جنب جوزها، وطبعا لقيت في شركات كتير جدا عماله تتصل بيه وشركات بصراحه يعني استنفذوه باسعار عاليه. نعمل لك اعلانات مموله، نعمل لك شغل على السوشيال ميديا. فطبعا يعني لقيت شغل عالي، فقلت له انا شوف انا اعمل معاك ايه ونفتح جروبات. فطبعا هو طبعا اساس الجروبات وقال لي هعلمك مثلا تضيف الاعضاء وجوبي، انا هو فتحه وضفنا الاعضاء وكبرنا الاعضاء مع بعض. وقعدنا يعني شويه. حضرتك بتشتغلي معايا ماسكه السوشيال ميديا للمركز؟ تمام. وفي اضافه يعني كان في فيديو ميشن، فانا قلت لها انا عايز اعمل فيديو ميشن مع شركه كروت، قالت لي لا انا هتعلمه. فعلا اتعلمته. يعني بصراحه يعني مثال مشرف جدا للزوجه اللي فعلا يعني كمان عشان تساعد جوزها، بتساعد جوزها يعني مش مثلا في الاول خفتي فاعترضتي على الفكره، لا ده انت كمان دخلتي وساعدتيه. طب حضرتك حاسس ان هي وجودها مع حضرتك ومساندتها ليك دي حاجه حلوه، ولا حاسس ان هي عقبه؟ لا، شركه حياتي استقبالي. مراقبة حضرتك ليه؟ مراقباك ليه؟ لا ده العادي على فكرة يا جماعة، لا ماسكة له السوشيال ميديا يبقى مراقباك. لا لا والله دي مثال بصراحة مشرف جدا لكل زوجة يعني تقدر تساعد جوزها، واحنا يعني بصراحة دايما بنشجع على كده، يعني دايما أي زوجة عندها القدرة إن هي تساعد جوزها في أي حاجة طبعا لازم تعملها وتقدمها، لأنه في الآخر احنا كلنا في مركب واحدة فلازم نساعد بعض. طيب عايزة بقى أسأل حضرتك على حاجة، أغلبية الشكاوي اللي بتيجي المركز عند حضرتك بيبقى ايه هي؟ استهلاك البنزين. استهلاك اللي انت كنت اللي انا فكرت في الفكره بتاع الصيانه الكهربائيه. طب بيبقى سببه ايه؟ او يعني ممكن نبسطه ازاي للناس نعرفه عشان المشاهدين يفهموا. استهلاك البنزين اول اسبابه عدم تغيير فلتر البنزين. تاني سبب ليه البوجيهات. طب امتى اغير الفلتر البنزين؟ فلتر البنزين كل حاجه حضرتك، الصيانات في صيانات دوريه وفي الصيانه الوقائيه الكهربائيه. الصيانه الوقائيه الكهربائيه احنا اتكلمنا عليها اللي هو المفروض كل 20,000 ان انا اعمل دوره حريق بالكامل، علشان هدفه ان انا ازيل الكربون الداخلي من الموتور فيرجع الموتور جديد. الكل الفلتر البنزين كل 40,000، تيل الفرامل اقصى 20,000، وطبعا على حسب الاستخدام، ولكن الفلتر اساسي كل 40,000. زيت الفتيس لازم يتغير كل 30,000. يمكن معظم الناس عندها فكره ان زيت الفتيس لونج لايف، هو مش لونج لايف، هو ليه فصل لزوجه بسبب الحراره وعوامل الجو اللي احنا متعايشين فيها، فلازم يتغير كل 40,000. ويشترط اللزوجه، عشان كل فتيس ليه لزوجه معينه. يعني مثلا في الشيفروليه كروز، انا متخصص الشيفروليه كروز عموما، فالشيفروليه كروز ليه لزوجه حاجه اسمها دي في اي ديكسلون 6، ده عشان معدل التبريد. طيب الجوده بقى بختار الشركه اللي هي تحقق لي معدل التبريد. يعني كل عربيه ليها غيار معين وليها كورس عشان اقدر احافظ على الكفاءه، ان في احتكاك داخلي بيحصل. فانا طبعا الاحتكاك ده لازم عشان ما يحصلش تراكم رايش ابرده. تبريده ايه؟ الزيت مع موانع الاحتكاك. احنا بنستخدم موانع احتكاك من تايلاند، والمخترع جه هنا مصر وقابلته في معرض اوتوتيك وشفت التجارب بنفسي، بستخدمها من زمان، بتمنع الاحتكاك بنسبه 71%. يعني معنى كده انا مش هعمر موتوري، مش هصلح فتيس طول ما انا ملتزم على الصيانات. ففي حاله ان انا اروح مش عايز اعطل، التزم بمواعيد الصيانه. طب عايز اسال حضرتك بقى، ايه اكتر مشاكل بتجيلك العربيات؟ ستات تبقى اصحابها ستات ولا رجاله؟ اكتر والله هو العمليه موحده، بس هي اكتر الستات، واللي بيجيبها الرجاله وبيترجوني ان انا اصلحها وبادق حاجه.
بترجاني يعني. احنا ما اتفقناش على كده، احنا قلنا هتكون الرجاله اكتر لو سمحت. احنا قلنا احنا قلنا الرجاله بس هم اللي بيجيبوا العربيه. طيب برضو عايز اسال على حاجه، العربيات اللي الموتور بتاعها التوين توربو اللي الناس دايما بتلاقيها موتورها مختلف عن بقيه العربيات الثانيه او بتدي سرعه اكتر في النقله الاولى للعربيه، هل فعلا بتستهلك بنزين جامد زي العربيات العاديه يعني اكتر من العربيات العاديه ولا مش زي بعض؟ بعد سرعه عاميه بتستهلك بنزين. علشان دفعه الهواء مع التربو بيبقى اقوى فبيحتاج بنزين اعلى فبيحتاج شراره اعلى. وهل الصيانه في التوين توربو بتبقى اكتر من الموتورات العاديه ولا حضرتك شايف ايه؟ كلها موحده بس التزام مواعيد. يعني في واحد بيعمل صيانه كل 6 شهور عامله زي العربيه حضرتك اللي بتطلع تراك سباق وترجع بتلاقي الناس يسرفزوا على العربيه ليه؟ هي استهلكت. احنا نفس القصه، احنا استهلكنا العربيه مثلا 6 شهور لازم نبص عليها، في تراب، في عوامل جو اثرت، في بوجات، في الحاجات دي هي اللي بتاثر على الكلام. والبنزين المناسب للتوين توربو بيبقى الافضل ايه؟ 95. طب بالنسبه بقى للبنزين، حضرتك بترشح العربيات اللي هي شغاله بنزين اكتر ولا الغاز الطبيعي ولا بقى اللي طالعه دلوقتي صديقه البيئه اللي هي بالكهرباء؟ والله بصراحه عربيات الكهرباء. الكهرباء توفير، ثبات، اعطال قليله. طب انت بقى مصر هتنتج في بشرة خير، عربيه نصر نازله ما شاء الله، حاجه جميله وحاجه مشرفه يعني، والبلد بتتجه لبرضك تركيب الغاز برضك حاجه كويسه هتوفر، وفي نفس الوقت يعني في مجال ان في تطوير بيحصل في البلد يعني. دي حاجه مبسوط. انا بس عايز اطمن من حاجه من ناحيه شحن الكهرباء دي، لان ده اكيد سؤال دارج ما بين الناس كلها. انا لما هشحنها للفول يعني للاخر بتاع الشحن، تمام، ممكن تمشيني قد ايه وقت؟ هو حضرتك كل عربيه بتنزل بالسل بتاع اللي هي الخليه بتاعتها بتحدد لك عدد الكيلومتر، 400 كيلومتر، 500 كيلومتر. جميل. زي العربيه التسلا مثلا بتحدد لك ان هي تمشي 600 كيلومتر وتشحن. انا ببقى عامل حساب ان في محطه فيها شحن قريبه، يعني عندك حاليا وطنيه وشيل اوت فيها شحن كهرباء، فالعمليه دلوقتي بسيطه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان عربيات الكهرباء اقل اعطال، بعطال ما بتعطلش، بس هي صيانتها مراجعه التوصيلات الكهربائيه. جميل. مهندس محمد حضرتك نورتنا وشرفتنا، مركز بيبو لصيانه السيارات. بجد احنا بننصح كل الناس تروح لمركز بيبو لصيانه السيارات. مدام منى شرفتينا ونورتينا، وانت نموذج فعلا مشرف جدا، وخلي بالك منها طبعا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بفقره جديده وزوم جديد. مشاهدينا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعايا النهارده سيده حبت ان هي تحقق حلمها ويبقى عندها مستحضرات تجميل طبيعيه. الزوم عليها النهارده لان هي كان عندها يعني حلم وحبت تحققه وفضلت وراه لغايه ما عملت براند لمستحضرات التجميل الطبيعيه. منوري النهارده في الاستوديو السيده عيوش جادو، خبيره تجميل وصاحبه شركه مستحضرات تجميل ورعنايه بالشعر والبشره وصاحبه مصنع عيوش للملابس. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ومنورني كمان في الاستوديو البلوجر الجميله شيماء وليد ووكيل لمنتجات شركه عيوش. ازيك عامله ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك نورتينا. في الاول بقى حابه اسم جدا البراند عيوش واسمك وبالفقرات اللي انا بحبها جدا فقره المنتجات الطبيعيه. فاول ما جالي بقى ان الفقره النهارده منتجات طبيعيه، عملت سيرش على الفيسبوك فلقيت ما شاء الله الفيدباك والريفيوهات جميله جدا، الحمد لله. وكمان الناس المتفاعله والموجوده على الصفحه كتير ما شاء الله. ايه اللي وصلك انك تكوني مميزه وتعملي براند منتجات طبيعيه؟ اول حاجه ان انا كسبت ثقه البنات اللي معايا متابعيني من زمان. انا بدات الشغل من حوالي 11 سنه او 12 سنه، والموضوع جه معايا صدفه، وبصراحه كانت احلى صدفه. ايه الصدفه بقى؟ هقول لك الصدفه. كان عندي مشاكل في المعده، وبعدين حد وصف لي ان انا اخد زيت الزيتون، فبعت جبته من السعوديه، وبعد ما اخدته حوالي تقريبا بشهرين لقيت نفسي خسيت 10 كيلو. تشربيه زيت الزيتون؟ باخد معلقه على الريق. فبعد شهرين لما خسيت فاستغربت، انا ما كنتش باخد حاجه غيره يعني، فبحثت على النت لقيت ان هو فعلا بيخسس، فنزلت التجربه بتاعتي على المنتدى، فالبنات كلهم مستغربين ازاي زيت وبيخسس. احنا عارفين كل طبعا الزيت ممكن يتحط على الاكل. لا هو كنز بصراحه، هو كنز بصراحه يعني.
فلما انا نزلته على المنتدى البنات قالوا لي يا عيوش، انا طبعا ما كنتش اعرف يعني كنت شغاله في حاجه اصلا ما حدش كان يعرفني. لما نزلته البنات قالوا لي ايه احنا عايزين نفس الزيت اللي انت بتجيبيه. بعدت جبت لهم من السعوديه وما شاء الله مئات البنات اللي خدوه وخسوا على نفس الزيت ده. فمن بعدها بقى قالوا خلاص تجيبي لنا بقى اي حاجه ناقصه هنا مثلا في مصر من بره وكده ونجيبها. فضلت كده فتره وبعد كده عملت بقى الجروب لحد ما شاء الله وصل لعدد كويس يعني ما شاء الله تقريبا نص مليون دلوقتي ما شاء الله. وبعدها بدات بقى ايه لما لقيت الاستيراد بدا يقف شويه وما اعرفش ايه واحنا مش عارفين نتحكم في الدنيا يعني، فقررت ان انا اعمل براند باسمي. وده من يعني البنات قالوا لي احنا عايزين حاجه تكون مضمونه، احنا مش عارفين الحاجات اللي بره ديت فيها ايه. يعني انت بدات تجيبي حاجات من بره مصر الاول؟ اه جبت من بره. تركبيها على بعض؟ طب التركيبات ان انت تركبي على بعض دي اخدتي كورسات ولا اتعلمتيها من على النت؟ انا اولا بالممارسه وبالخبره بقيت مثلا احط منتجات بتاع زيوت طبيعيه على زبده الشيا. اوكي يعني انت بدات تعملي تركيبات وتجربي. وكنت بجربها على نفسي. اهم حاجه لان الناس دايما لما بتبقى تيجي تستخدم حاجه بتبقى قلقانه هل هي هيبقى ليها اي رياكشن او اي مشكله مع جلدي، فدايما المنتجات الطبيعيه دي دايما بيبقى الواحد حريص جدا في اختيارها. صحيح. فانا عايز اعرف حضرتك ازاي برضو قدرتي توفقي في انك تطلعي منتج تبقي مطمنه ان هو ما فيهوش اي مشكله لاي حد؟ انا طبعا بحثت كتير جدا على النت وبقرا وبعدين يعني بستشير برضو ناس يفهموا اكتر مني وكده. جميل. وما شاء الله النتائج يعني ما كنتش متوقعه ان هي توصل للدرجه ديت يعني. جميل. طيب. من بعدها بقى الحمد لله بقيت معاكم دلوقتي. طيب شيماء عايز اعرف ايه اللي شدك في منتجات عيوش الاول قبل ما تبقي وكيل؟ اعتقد انت كنت مستخدمه الاول للبرودكت، ايه اللي شدك الحاجات دي؟ هو انا اول حاجه استخدمتها اصلا في المنتجات كلها زبده الليمون. يعني زبده الليمون ديت حوار. يعني انا سمعت عنها ان هي بتفتح الجسم وقشره الشعر ومش عارف ايه، شفت ريفيوهات كتير فقلت لازم اجربها. فجبتها عملت معايا مفعول حلو قوي بتفتح الجسم جدا. فقلت بقى ايه، انا وشي كان خاسس جدا عندي انيميا فكان شكلي وحش قوي في اللايفات وكده، فقلت عايزه اجيب منتج عيوش اللي هو اكس لارج. اوكي. بتاع اللي هو بيكبر الخدود. اه انا 20 يوم بالظبط البنات ما عرفونيش في اللايف معانا صوره المنتج. ده كانت قبل وبعد. ايوه ما شاء الله. حرفيا البنات ما عرفونيش يعني. كل دلوقتي اطلع يقولوا لي يا لوشو الخدود، لوشو ده ابنها بيقول لي يا لوشو. اوكي. اتشهرت بلوشو دي. من بعدها بقى بصراحه المنتجات كلها تحفه. الشامبو بالليمون واللبن تحفه. حاجات يعني انا عايزه اقول لك ان الكريم لمسه دوت انا مسمياه كريم بروتين طبيعي اللي هو اصلا بينعم الشعر جدا. بس انا بقى خلاص وثقت في المنتج وثقت في ان انا ادي للبنات حاجه سليمه وحاجه طبعًا. انا عن نفسي جربتها على نفسي خلاص. خلاص انا خدت التوكيل من عيوش. وعايزه اقول لك على حاجه، عيوش مش بتتعامل معانا ان احنا موزعين، عندها موزعين كتير. بتتعامل معانا ان احنا اخواتها. اخواتها الصغيرين. بصي هي جميله اصلا في كل حاجه كفايه ضميرها في الشغل. مدام عيوش قولي لي ايه المنتجات اللي انت بتقدميها؟ موجود معايا اكس لارج. الاكس لارج ده يعني عباره، يعني حضرتك بتشتغلي على البشره والشعر والجسم؟ والتخسيس. والتخسيس كل الحاجات دي طبيعيه. المنتج اللي هو مسمع معايا او مثلا زي الاكس لارج بتاع الخدود وتكبير الاماكن الانوثه وزيت التخسيس والحاجات بتاعه القشره والحاجات يعني انت بتنصحي البنات ان هم بدل ما يروحوا يعملوا عمليات طبعا والله ما شاء الله يستخدموا المنتجات الطبيعيه وهتجيب فعلا أيوة نتيجه. طبعا انا اصلا يعني لما شفت لوشو بصراحه حضرتك شفت الصوره ويعني انا بقيت اتفاجئ معاهم يعني ما شاء الله النتائج يعني فوق الروعه ما شاء الله وفعاله وبتجيب نتيجه بسرعه يعني مش بتاخد وقت. عرفينا. في موجود زبده الليمون ده بيتعمل من الليمون الطبيعي بتفتح البشره للقشره وللتساقط وللبشره الدهنيه. يعني استخدمه ازاي معلش عشان القشره؟ دهان عادي، دهان عادي قبل النوم. ادهنه على شعري قبل ما انام. كل يوم؟ مرتين في الاسبوع. ده للقشره، ولو للبشره كل يوم قبل النوم. جميل. بس للبشره الحساسه لا. عشان الليمون بيبقى حامي شويه. تمام. جميل. فيه لمسه عيوش اللي هو بيتكون من زبده الشيا والزيوت الطبيعيه برضو بتفرد الشعر مع الاستمرار ومع الاستخدام. مش بيأثر على الشعر؟ لا خالص بالعكس. وبرضو فيه تجارب كتير جدا برضو على الجروب عندي يعني. جميل. وفيه صابونه الواو ده هو الصابونه ديت بالفحم. الصابونه ديت
بتمنع الحبوب وتنظف البشره. وفي موجود معانا تاني المخمريات اللي هو الكريم العطري. ايوه حاجات عطريه للجسم وللشعر بتحط دايركت على الجسم وللشعر بتخلي ما شاء الله اي التهابات اي لا خالص ده خالص جميله ما شاء الله. يعني في بقى شامبو باربع عيوش ده برضه للقشره وللتساقط. ده لجميع انواع الشعر ولا نوع معين؟ لا لجميع انواع الشعر. في الصابون المغربي برضو ده بقى بيخلي الجسم فله جميل ما شاء الله يعني. وفيه النوع الثاني اللي هو دم الغزال ده بيخلي برضو الجسم ممرض كده بعد الحمام. في بقى منتجات كتير يعني باسم البراند بتاعي. بس ما دام عيوش احنا عندنا هوس كستات او كمصريين دايما ان احنا بنحب نشتري الحاجات الغاليه او البراندات المستورده. تمام صحيح. فدلوقتي انت حضرتك معانا تنصحي الناس وتقولي لهم بايه ان احنا ممكن نستخدم منتجات طبيعيه؟ ما هو ده اللي كان السبب ان انا اغير مجالي من الاستيراد لان انا اجيب من اعمل انا شغل بنفسي وطبعا معايا ناس ان هم بيساعدوني يعني عشان وبعد كده قدرت ان انا اوصل لنتيجه كويسه جدا. اللي كان بيخلي البنات ان هي تتضايق برضو ان هي بتبقى نفسها في منتج يعالج بشرتها او شعرها بس منتج غالي. فانا وفرته وفرته ان هو طبيعي وكمان يعني في متناول الجميع. طب عايزه كميه كبيره برضو بتاخد وقت كتير يعني. عايزه اسال حضرتك برضو على حاجه بالنسبه للملابس اتجهتي كمان ل صناعه الملابس. ايه الفكره ايه جات لك منين؟ شيماء بقى معاكي طبعا عشان بلوجرز فهي اللي بتعرض اكيد صح شيماء؟ شيماء بصراحه لما بتطلع بتعمل لايف او حاجه مجرد ما بتلبس الحاجه البنات بتبقى عندها هوس بقى ان هي تشتري متخيلين اللي هي لما يلبسوا الحاجه هيبقوا زي شيماء. عندها عيوش شويه ترنجات القطيفه مش زي القطيفه الشعبي اللي في السوق لا القطيفه اللي هي الزبده دي اللي هي المستورده اسعارها جميله حاجات انا بلبس الترنج بطلع بيه لايف اسالي عيوش لايف بيبقى عامل ازاي؟ ما شاء الله طيب مش مني انا لا يعني ده من حلاوه الخامه والشكل لا احنا نتابعك بقى يا شيماء ده شرف ليا. صناعه الملابس حضرتك شايفاها ان هي ماشيه برده وكده ولا حاسه ان فيها صعوبه او طبعا حاجه؟ طبعا هم البنات هم اللي شجعوني كمان ان انا اشتغل في الملابس قالوا يا عيوش بدل ما احنا بناخد مثلا من عندك المنتجات التجميل ومن بره نجيب ملابس لا انت تبقي المول بتاعنا ده جميل كل حاجه حلو قوي. فقلت بقى ان انا يعني البنات واثقين فيا وطبعا وانا قد الثقه الحمد لله يعني الحمد لله. فكرت في موضوع المصنع والحمد لله الدنيا ماشيه برضه عندي وكله في جميع المحافظات وبصدر بقى. وحضرتك بتسوقي ازاي اونلاين بس؟ كله اونلاين اونلاين والوكله بقى بياخدوا من حضرتك اونلاين برضه؟ اونلاين ايوه لا طبعا بيجوا الاول عند المصنع بيشوفوا الخامه يختاروا بقى او يتفرجوا ما شاء الله بياخدوا بقى الحاجه وبيوزعوا بقى للناس اللي هم معايا في الجروب. هي ملابس حريمي بس ولا ممكن اطفال كمان؟ حريمي واطفال جميل قوي والله جميل. طب حضرتك ست شاطره ما شاء الله عليك يعني من منتجات طبيعيه الملابس احنا بننصح بقى يعني شوفوا يعني كل المشاهدين الستات الشاطره انا بحب بقى حلقات الستات الشاطره ربنا يخليكي يا حبيبتي. النهارده بصراحه حلقتنا كانت فيها يعني اثنين نموذج لحضرتك جميل جدا لانك حلمك بتحققيه وعملتي منتج جميل والفقره اللي قبليها كمان سيده بتساعد جوزها فدي حاجه جميله جدا يعني الستات ما شاء الله يعني قدها بصراحه. طيب قولي لنا كده نصيحه كده اخيره بقى للمنتجات الحلوه اللي حضرتك عاملاها دي. انا بقول لكل البنات ان ما حدش يستعجل ويجي انا بشجع المنتج المصري جميل. ومش عايزه حد من البنات يستعجل ويشتري مثلا يضار في السعر ان هو غالي قوي يبقى واو بيجيب نتيجه كويسه او برده السعر القليل يبقى وحش لا بالعكس ده القليل ده ممكن يكون احسن من المستورد. فبقول لهم يعني نتجه شويه للشغل المصري لان هو بصراحه يعني وبشهاده كل البنات اللي معايا ان هم بيتفاجئوا بيقولوا لي ازاي يعني منتج طبيعي وبيجيب النتيجه ديت يعني مظبوط ما شاء الله فالحمد لله ربنا سببنا وجودنا. طب امتى نلاقي منتجات عيوش بقى في كل الاماكن؟ انا اولا بطلع بنزل معارض هنا في القاهره وفي اسكندريه وفي محافظات كتير يعني جميل. تقريبا كل شهرين كده بقول مثلا في بنات ما بتبقاش لسه عارفاني يبقى لسه داخلين الجروب جديد يعني فعشان خاطر ان هم برضو يشوفوا الحاجه ويمسكوها في ايديهم ويشموها والحاجات دي كلها فبنزل انا بروح لهم لحد مكانهم في اي مكان يعني بعمل اوبن داي وبعرض لهم الحاجه. بنشكر حضرتك جدا مدام عيوش حضرتك الست الشاطره الناجحه بنشكرك جدا صاحبه براند عيوش بنشكرك جدا يا شيماء وطبعا اجمل بلوجرز واحنا كلنا هنتابعك اكيد بنشكركم جدا بشكرك جدا يا دينا كانت حلقه جميله ومميزه هنستناكم في زوم جديد وحلقه جديده.